انا برايي نقطع له لسانه ونطعمي له الكلاب والقطط مشان يبطل يفسد علينا. يا حرام حرام، هذا اخونا حتوب مولا حيتوب. كم مره صار عامله معنا؟ لا خلاص تعب، مو تبتوا لا. لا تصدقوا، هو عم بيقول هيك لانه وقع بين ايدينا. روح. صحيح فتحي، صحيح مثل ما عم بقول ربحي معلع يعني خلاص. لا بس بدي افهم ليش هيك عم تحكي له لابوه؟ طب مو نحن متفقين؟ بعدين مو لمصلحتنا عم نعمل اللي عم نعمله؟ دق روح. بدك تحكي شيء فتحي؟ اه؟ كانه بده يحكي شيء، بس هيك فك له تمه. ايوه مشان يصرخ ويفيق ابوه. لا تحلم، روح. فكه 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 ربحي فكه. يعني ليش؟ هو اساسا لمين عم يحكي؟ عم يحكي لابوك، يعني ابوك واحد منا. فكه حبيبي فكه يا حبيب قلبي يا صغير انت يا فساد. شو بك متلبك صبوه؟ هلا كان رايك غير شكل؟ شو نسيت انك انت صاحب فكري جبته لهون؟ انا سم الموت الهي، انا شو دخلني؟ مو انت بدك تعاقبه؟ لكن بلا، بس مو انت صاحب فكره فك البلور؟ بعت لك حما الهي شو كذاب. لك انا شو دخلني؟ لك ما انت عم تنسحي؟ شو بدك عزمي يتجوز؟ لك تباعوا بالعزا منكم لقلو. قول بابا ولك لا تقول عزمي. ها؟ من وين نزل عليك كل هالأدب؟ لا تكون موافق على جوازته انت الثاني. حقه، نحن شو دخلنا؟ مو حقه؟ فوق ما عم يربينا ويصرف علينا وتنصت علينا درسنا. لا اكيد في شي تغير. لك يا اخي فهموني شو اللي صار. انا رح فهمك شو اللي صار. لي عزمي. انا شرحت لكم وجهة نظري ليش بدي اتجوز، بقى بدي اياكم تشرحوا لي وجهة نظركم ليش انتو ضد هالجازة. مين بدي احكي؟ لك احكوا ليش ساكتين؟ بس شاطرين تعملوا مقالب وتربطوا بعضكم. لك احكوا لا تخافوا. علينا الامان بابا. لا قول عزمي مثل ما كنت عم تحاكي اخواتك وانا موافق. بنعتذر عزمي، بنعتذر بابا، بس نحن مو حابين تجي وحده بدل ماما، واساسا ما رح تلاقي وحده بهالدنيا مثل ماما، واللي رح تجي رح تعتبرنا اعداء، مشان هيك نحن ما بدنا اياك تتجوز. مزبوط صبحي؟ ايه قصدي لا. وبين اللا والآ مسافات شاسعة وبحار وأنهار وسواقي، وهناك في أقصى الزاوية تجلس فتاة تحت شجرة والمياه رقراقة تجري وترنو إلي بعينيها، فخاطبتها قائلا إن العيون التي في طرفك حور قتلنا ثم لم تحين قتلانا. ما لك بابا ربحي؟ يعني اللي بدك يا نحن معك. ما فهمت علي، أنت معي ولا مع ربحي؟ معكم انتو الجوز بابا، بس يعني نحنا خايفين انه تاخدك منا وتكرهك فينا. وانت يا سيد فتحي؟ انا مع ماما الله يرحمها ومعك بابا. شوفوا يا اولاد، انا مقدر شعوركم وفهمانكم منيح، ولهيك سامحتكم باللي عملتوه فيني وبعمتكم وبجوزة وبالبنات، قصدي بالمدرسات اللي جبت لكم ياهن. وفعلا اللي عملته مو قليل، او بالاصح كتير كتير كتير. بس لازم تفهموا انه يوما ما رح يجي يوم وتتجوزوا وتتركوني لحالي. بقى يعني بيهون عليكم ابقى لوحدي طول حياتي، بيهون عليكم يا ضنايا، بيهون عليك يا ياسي فتحي. عم دخل بالمصري نشوفه هالشوفة. لا يا بابا ما يهونش علينا. وتاني شي
عمتكم كبرت وتعبت ويا دوب هتقومي بيتها، وبدنا بقى وحدة تطبخ لنا وتساعدنا وتمسح لنا. وثالث شيء هو الأهم، امكن الله يرحمها لساتها عايشة هون بالقلب، ما رح حدا ياخد مكانها أبدا. ورابع شيء أنا ما رح جيب لكم وحدة تعذبكم. ما تحكوا، شو بكون ساكتين؟ شو بدنا نحكي بابا؟ أنت مقرر وخالص، وبعدين نحن أولادك وهذا بيتك والقرار راجع لك. الله أكبر، ما جسمي شلون بدي فهمون؟ يعني بلعني على اجت لراسي فكرة، شو رأيكم نعمل انتخابات بهالبيت؟ يعني يكون واحد من بيناتنا هو رئيس البيت وما تضل كلمة كلمتي. لا حلوة، ليش مو حلوة؟ إذا هو سامحنا، يعني ليش أنت واقف ضد المسألة؟ مو هذا قصدي صبحي، بس نحن رح نبين بعض، بعدين ما حدا رح ينجح فينا، فالأفضل إنه اثنين يتنازلوا لواحد منا. حلو كتير، ما صار شي، تنازلوا لي. بالله ليش ما تنازلوا لي إلي؟ أيوة خانوا أنت وياه على أساس واحد منكم يرشح حاله، أنا شو يعني صغير ما حدا شايفني؟ ولو يا فتوح تلقصر حبيبي، بعدين أنا وياه كتير متفاهمين، وشركة شركة بأوضة واحدة وشركة بالانتخابات. يعني لفيته حبيبي فتحي، لا تصدقه، هذا أخوك مكار، بعدين محراك الشر مثل ما بتقول عنه عمتي، وملحه على ديله، فخليك معي أخي، أنا هيك سيدا دغري. أوكي كل واحد على غرفته لو سمحتوا، تفضلوا. إيه هتقلعني يا ربحي؟ قلعني أنا أخوك؟ ايش فعلي؟ وعلى أساس نحن حلف واحد؟ بسيط، شرف معي فتحي، شرف معي. أنا بعدين بمر لعندك، عندي كم شغلة هون بدي أسويها وبمر لعندك. بعدين تمر لعندي؟ وش ألف بحلال؟ لابد الزهر؟ يا الله شو جبت؟ دشيش. ايه نعم عليها. شو عتغش؟ لا 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 شو عتغشها؟ عرفني شو عمي صبحي؟ بلشتوا بالانتخابات ولا لسه؟ نحن مستنيين عمي. ابو حمدي عندك رجال؟ انت الانتخابات يلي من حقه حقيقي بتهرب منها؟ بتقعد بالبيت ما بتعود بتطلع؟ بتقلي مالي رايح لانه هي ايام صعبه والكلمة فيها بكفرة، ايش ونسي؟ شو صار معكم؟ ما فهمت شي، فهمتوا شي؟ ابدا ما فهمت شي. لا شو صار معكم؟ يخليني بحم الولد عم يحكي انا ريان. لك احكي مثل العالم والناس. لك ما في شي، عم نجهز حالنا، ايش عم تحكي شي سكريتي؟ ليش تركت اخواتك؟ استاذ ربحي قلعني من غرفته. ما هراك الشر عمتي، يعني حورك شر، هو وفتحي اخذوا لصفهم. عمتي يا بعد لي حمى. شفت؟ هاي الديمقراطية تبعك شفتها؟ وهي طابة جديدة خلنج من ابرتها مو منفوخة، ما حدا شاطها قبل منك. فرجيني شو كمان؟ شوفها منيح مشان العضلات، شوف تحطه بهيك رجلك تقوي عضلاتك. تعلم عليه ماشي حاله، مو خسارة فيك فتحي، مو خسارة فتحي. حبيبي هاي الكرة الأرضية، شوف بتشوف كل الدنيا من موقعك هذا بهي الغرفة، شوف. هاي حطه حطه هنيك معه مع الغراض حطه. ايه بعرفك بعرفك، بكرة اذا نجحت او رسبت بترجع بتسترجعهم. انا؟ اعوذ بالله يا فتحي، شو بدك ضمانات لأعطيك؟ هلأ بتطلع لبرا وبتحكي قدام ابوك وصبحي وعمتك وجوزة لعمتك
انه كل هالاغراض هاي صارت الي انا ملكي. هدول لك حبيبي. انت عم ضحك علي ولا عم ضحك على حالك؟ بدك تعطيني بوطي حبيبي؟ عم تزعك علي يعني؟ ايه بوطك هذا بلا. طبها ربحي يا الله. انت فعلا انا بخيلك هذا هو ربحي. ايه اخي ربحي. خذو. والكمبيوتر تنازل لي عنه. اوكي هيك يعني تنازل لي عنه. انا كمان هيك بدي احط له كلمه سر وانت ما بتمد ايدك عليه بنوبها. خذ الكمبيوتر وتختي بدله بتختك بدلنا. الكومودينا هاي انا بموت بالدرج تبعها بحبه من قلبي. صار كل شيء لك غيره ومنبدل الخزائن. خزانتي الدرفة الوحدة تصير لك والدرفتين تبعك بتعطيني اياهم الي. موافق. والكرسي الدوار لي خده دور فيه لا تشبع. شوفي كمان يا ربي شوفي كمان. لا خلصوا دول حاجة بيكفوا. انه انا ما بحب الطمع. حرام الطمع. يعني موافق؟ قبل ما وافق تطلع لبرا تحكي قدام الكل انه هذول الغراض كلهم صاروا الي ملكي انا. بابا قال لها تتنازلوا على الاوضه. بابا انت شاهد ها. شوف ربحي ما عاد في تراجع. بقى روح فكر وبعدين قل لي. موافق بابا موافق بدون ما فكر. ولك ابني ربع ساعه زياده ما بتضر. روح على غرفتك وشوف الغراض بدك تنازل عنه وفكر. العجله من الشيطان. طيب حروح بابا بس ما حغير رايي. وانت هيك دغري مستعد تتنازل عن صوتك؟ هيك احسن لي بابا. انا بعرف مصلحتي منيح بعجبك. فتحي تعا حبيبي شوي. جيت الرزقه. قابضينا عن جد انتخابات. ذكروني لما اخذوا مني هويتي واعطوني 500 ليره وانتخبوا عني بدوره مجلس الشعب الماضي. شفت اخي شفت هاي الاولاد نزلوا ببعضهم مع انه انت قلت انه بيعجبوك لانهم ايد وحده. هاي تفرقوا وعم يكيدوا بعضهم البعض. الغية اخي الغية اسمع مني الغية. لي معلش اختي معلش. صحيح هلا تفرقوا بس كله له ثمن. برجعوا تجمعوا لشوف صبحي هلا شو بدي اعرض على فتحي. العبسري انت زدت عني زد. يلا دوشيش. الله اكبر دوشيش. اي جاب اخي دوشيش. بس هدول؟ هذا كل شي عندي. إيه بس ربحي اعطاني اكتر بكتير من هدول غير انه تنازل لي على الكمبيوتر واعطاني درج كومودينتو وتخته وغزانته. درج كمبيوتر له وحده؟ انا لي حصة فيه. نازل لك عنا. فتحي حبيبي اجتني فكرة بتاخد العقل. انا بتنازل لك عن كل الغرفة بكل موجوداتها بكل شي فيها وانا بروح باخذ محلك. ماشي الحال. هيك صار ممكن فكر. فكر 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 منيح حبيبي. ليش ما تفكر؟ ليش ما تفكر؟ لخير ربك. بس تعرف لك شو بدي اقول لك انا شغله. اذا انا بنجح يعني
انا اول واحد راح يطالب بانه يزيدوا لك خرجيتها، لا انت تحديدا. شو خرجيتها؟ انت بس اللي بنفسك انا بنفس اللي بنفسك انا بنفسه. انت بس اطلب حبيبي منيح. على قولة عمتك، عصفور باليد ولا عشة على الشجرة؟ شو فتحي؟ هدول الغراض اللي تنازل لك عنهم صبحي مشان تنتخبوا؟ ايه بابا، صبحي حيبدل معي، انا حاخذ غرفته وهو حينام مع ربحي. وانت شو رايك؟ مين بدك تنتخب؟ ربحي ولا صبحي؟ لسه ما قررت، محتار، لأنه اللي عطاني إياه صبحي كتير، كمان اللي عطاني إياه ربحي كتير، ومحتار كمان إنه أنا رشح حالي، يعني ما بعرف ولا أقبل باللي حأخده من واحد منهم. وأنت شو حاسس؟ مين راح يفيدك بعد ما يصير رئيس البيت؟ ربحي ولا صبحي؟ لسه ما فكرت بابا. إيه شو علي بابا؟ روح على غرفتي، عود وفكر شوي وبعدين اطلع لي. يلا بابات يلا يلا. وانت صبحي فكرت بالغراض اللي بدك تعطيها لفتحي؟ هدول مو بالسهل جبتهم، ويمكن ما تقدر تجيب غيرهم. باخذ وقتك وفكر منيح. جريني اختي جريني يلا. هيا هيا.